الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في هاتين الآيتين المباركتين اللتين يفتتح الله سبحانه وتعالى بهما سورة الملك، يستعرض القرآن مجموعة من الحقائق الكونية التي نعيشها باستمرار رغم أننا قلما ندرسها. من جملة هذه المواضيع موضوع الحياة والموت. كلنا نعيش في دار الدنيا في أطار الحياة، ولكن قلما بحث الإنسان حول حقيقة الحياة. ما هي الحياة؟ كلنا أحياء، ولكن هل الحياة عبارة عن ضربات القلب واستمرار الدورة الدموية في الجسم، أو الحياة تعني مفهوما آخر غير ذلك؟ ثم كلنا جذورنا عريقة في الموت، ومآلنا جميعا إلى الموت. كل إنسان آباؤه أصبحوا في ذمة الموت، وهو سيؤول في يوم ما إلى الموت، ولكن قلما بحثنا حول حقيقة الموت. التصور السائد في أذهاننا أن الموت مثلا عبارة عن عملية سلبية، عبارة عن الفناء والانتهاء، بينما في تصوراتنا الحياة عملية إيجابية تساوي الوجود. فالوجود يعني الحياة، وعدم الوجود يعني الموت. بالنسبة إلى هاتين الحقيقتين يقول القرآن الكريم: الموت خلق من خلق الله، وليس عدما وليس سلبا، إنما الموت شيء موجود وقائم بحد ذاته. فلذلك نجد القرآن يعتبر الموت خلقا، فيقول: الذي خلق الموت، ثم يقدم الموت على الحياة فيقول: الذي خلق الموت والحياة. إذن الموت خلق فعلي مستقل قائم بذاته، وليس عدما للحياة كما هو في تصوراتنا. إذن عندما نريد أن نفهم الموت على أساس كونه عملية إيجابية لا عملية سلبية، كيف يلزم أن نسير في اتجاه هذا الموضوع؟ الله تعالى خلق الموت. ماذا يعني الموت؟ لنأخذ مثلا من الواقع الذي نعيشه خارج الإنسان، ثم ننتقل إلى عملية الموت في الإنسان. عندما توجد عندنا حبة قمح ونريد أن نتعامل مع هذه الحبة معاملة الإكثار والإزدياد، ماذا نعمل؟ نزرع هذه الحبة في التراب. هذه الحبة تموت في التراب، تنتهي أو ينتهي دورها في التراب، ولكنها تتحول إلى نبتة تثمر مئات الحبات من نوع تلك الحبة
التي انتهى دورها في التراب. إذن تلك الحبة ماتت في التراب حتى أصبحت النبتة التي تحمل 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. عندما نريد أن تنتقل النبتة من دورها المحدود، لأن للنبات نوعا من الحياة، ولكن هذا النوع من الحياة نوع محدود من الحياة، يأتي الحيوان فيأكل هذه النبتة، تتحول النبتة إلى حيوان، هذه الحيوان يكون أكثر حياة من النبتة، بمعنى أن حياة النبتة كانت حياة محدودة، وحياة الحيوان حياة أوسع من حياة النبتة. النبتة تموت حتى تتحول إلى حيوان، ولكن الحيوان أكثر حيوية من النبات. الإنسان يأكل الحيوان، الحيوان يموت حتى يتحول إلى إنسان، ولكن الإنسان أكثر حياة من الحيوان، لأن للإنسان أبعادا ليست موجودة للحيوان. إذن الحبة تموت فتصبح نبتة، والنبتة تموت فتصبح حيوانا، والحيوان يموت فيصبح إنسانا. هذه سلم الأحياء. هكذا نجد أن الحياة تتدرج. فهل الحبة عندما ماتت انتهت بالفعل وتلاشت بالفعل، أو لم تنتهي ولم تتلاشى، وإنما تحولت من مرحلة إلى مرحلة أعلى؟ أقصى ما تستطيع البذرة أن تنمو، ماذا يكون أقصى حدودها؟ أقصى حدود البذرة أن تنمو أن تصبح أكبر حجما بقليل من حجمها السابق. ولكن عندما تمر بعملية الموت تصبح نبتة تحمل 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. إذن عملية الموت جعلت الحبة تنمو وبسرعة ثورية، لأنها انتقلت من مرحلة أقصى نموها محدود إلى مرحلة أعلى نموها بالنسبة إلى نمو الحبة غير محدود نسبيا. وهكذا عندما تتحول النبتة إلى حيوان، تمر النبتة بعملية ثورية هي عملية موتها حتى تصبح حيوانا، وهكذا عندما يصبح الحيوان إنسانا. إذن الموت ليس عبارة عن الانتهاء وعن الفناء، وإنما هو عبارة عن نقلة ثورية من مرحلة محدودة إلى مرحلة أوسع. ولذلك نجد أبا العلاء المعري يقول: خلق الناس للبقاء، فظلت أمة يحسبونهم للنفادي، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي. إذن الموت نقلة، ونقلة رائعة، نقلة ثورية تنقل كل شيء يموت إلى شيء أعلى وأوسع بكثير. هذا بالنسبة إلى الأشياء التي نعيشها ما عدا الإنسان. أما الإنسان فموته وحياته في التصور العام مفهومان غير صحيحان. الإنسان لا شك بمقتضى كل رسالات السماء وكل الديانات، الإنسان لا ينتهي بالموت، بل جاء الأنبياء جميعا وجاءت الرسالات جمعاء لتقول للإنسان: أيها الإنسان، إنك لا تنتهي بالموت،
إنك مستمر بعد الموت. كل رسالات السماء تتلخص في هذه الجملة الواحدة، أو تعتمد على هذا المبدأ الواحد، وهو استمرار الإنسان وعدم انتهائه بالموت. يأتي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فيفسر الحياة والموت لنا تفسيرا يختلف عن التصور العام الموجود في أذهاننا غالبا. الإمام يقول: ليس الحياة عبارة عن حركة الدورة الدموية في الجسم، عن هذه الحركات التي نمارسها وندلل عليها بكون الإنسان حيا. كلا، إن الحياة عبارة عن التأثير، عن السعي، عن الفاعلية. كل شخص كانت له الفاعلية، كان له التأثير، كان له السيطرة، فهو حي وإن لم يكن من جملة الأحياء. وكل إنسان لم يكن له التأثير والفاعلية، وإنما كان له التأثر والانفعال، فهذا الإنسان ميت وإن كان في عداد الأحياء. إذن الحياة هي التأثير، والموت هو التأثر. الإنسان ما دام يفتح بيته وفكره وصدره للشارع يؤثر فيه كيفما يشاء، فهو ميت. أما إذا تحول الإنسان من متأثر إلى مؤثر، فأصبح يؤثر في نفسه أولا وتصرفاته، ثم في أصدقائه المتصلين به، ثم في الأبعد منهم، وهكذا جعلت موجاته تتسع، موجاته المؤثرة جعلت تتسع، فهذا الإنسان حي وإن كان في عداد الأموات. الإمام أمير المؤمنين يخاطب أهل الكوفة فيقول في بعض كلامه: الموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. إذا كان الإنسان قاهرا ومؤثرا فهو حي وإن كان تحت التراب، وإن كان الإنسان مقهورا ومتأثرا فهو ميت وإن كان فوق التراب. إذن المقياس ليس كون الإنسان فوق التراب أو تحت التراب، إنما المقياس ذات الإنسان، وهل هذه الذات متأثرة أو مؤثرة. فإن كانت الذات مؤثرة فهو حي، وإن كانت الذات متأثرة فهو ميت. هل في مقاييسنا نستطيع أن نعتبر مثلا، أو أعتبر أنا نفسي حيا وأعتبر الإمام أمير المؤمنين ميتا ولا زالت موجاته تتسع وتتسع في الحياة وتؤثر وتغير؟ هل يمكن أن نعتبر الإمام الحسين عليه السلام ميتا وهو لا زال يتفاعل ويتموج على سطح الحياة؟ هل يمكن أن نعتبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ميتا ولا زال يحكمنا ويحكم قلوبنا، يحكم مجتمعاتنا، يحكم مآذننا، يحكم أفكارنا، يحكمنا حتى في أكلنا وشربنا؟ هل يمكن أن نعتبره ميتا وهو لا زال يؤثر ويتموج على سطح الحياة؟ كلا، إن رسول الله حي، إن الإمام أمير المؤمنين حي، إن الحسين حي، إن كل من كان على شاكلتهم، كل من لم ينقطع عن التأثير فهو حي ما دامت موجته تتفاعل في الحياة. لماذا القرآن الكريم يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء؟ لأن الإنسان الذي يقتل في سبيل الله لا ينتهي بغيابه تحت التراب. لماذا؟
لأنه يحدث موجة، تتفاعل هذه الموجة في الأذهان، فما دامت تلك الموجة متفاعلة مستمرة فهو حي، ولا يعتبر ميتا لمجرد أنه أصبح غائبا تحت التراب. كلا، إن هذه الموجات التي تحدث من دماء الشهداء، الشهداء في سبيل الله، هذه الموجات تترك آثارها شئنا أم أبينا. هذه الموجات قد لا يبدو تأثيرها واضحا في فترة من الفترات، ولكنها في دور التفاعل. لا يشترط أن كل قطرة دم شهيد أن تتفاعل فجأة وأن تظهر نتيجة ضخمة بسرعة، إنما قد تمر فترات وفترات وتبقى تتفاعل، ولكن النتيجة ستظهر في يوم ما من الأيام. إذن الإنسان الذي يكون شهيدا في سبيل الله يبقى حيا ما دامت آماده مستمرة، ولا يموت بمجرد غيابه تحت التراب. من هنا نجد أن كبار رجال المسلمين مثلا كلهم كانوا شهداء. ليس من الصدفة أن نجد أن جميع الأئمة الاثني عشر ما عدا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نراهم جميعا شهداء، بين من قتل بالسيف وبين من قتل بالسم. لماذا؟ لأنهم اختاروا بالفعل طريق الحياة المستمرة، ما رضوا لأنفسهم بالحياة المحدودة. الإمام الحسين عندما كان في مكة وأراد أن يخرج إلى العراق جاء إليه العبادلة. العبادلة هم عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير. هؤلاء كانوا يشكلون الثقل الفكري لدى المسلمين في ذلك اليوم. جاءوا إليه ونصحوه بأن لا يخرج إلى العراق. الحسين عليه السلام أجابهم بأني أعلم أنني سأموت في هذا السبيل، ولكني ذاهب إلى الموت. قال: وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، وحدد المنطقة بالذات. وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، أي ذئاب الصحارى، بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، فمن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على البلاء نفسه فليرحل فإني راحل مصبحا إن شاء الله. جاءوا إليه لئلا يخرج إلى العراق، فدعاهم إلى الخروج إلى العراق، ثم أضاف قائلا: ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح. من ربأ بنفسه وأراد لنفسه الحياة فليعلم بأن الفتح سيفوته. الحسين إذن يعتبر الموت فتحا، ويعتبر المتخلف عن الموت في سبيل الله متخلفا عن الفتح، فلا يستطيع أن يدرك الفتح بعد ذلك، إذ لا تأتي مناسبة يستطيع أن يستشهد فيها كتلك المناسبة التي ثار فيها الإمام الحسين عليه السلام. إذن فالحسين كان يعلم أنه يذهب إلى الموت، وصرح بأنه ذاهب إلى الموت، وذهب إلى الموت، واعتبر الموت فتحا. وبالفعل الحسين لو لم يخرج إلى العراق ولم يقتل في كربلاء كان يموت في يوم ما من الأيام، وما كانت له هذه الأصداء والأضواء التي تركها من بعده للأجيال المتعاقبة من خلفه. إذن الحسين اختار الحياة الأفضل عندما اختار الشهادة على الموت الطبيعي.
إذن الحسين أراد لنفسه الاستمرار والخلود، فضحى تضحية في ظاهرها تضحية وفي واقعها استمرار وبقاء وخلود كذب الموت. فالحسين مخلد كلما أخلق الزمان تجدد. من هنا من يوم الإمام الحسين عليه السلام نجد أن أبرز رجالاتنا رجالات المسلمين كانوا يختارون لأنفسهم طريق الشهادة التي هي طريق الحياة. زيد ابن علي ابن الحسين استشهد بعده، الحسين ابن علي شهيد فخ استشهد، وهكذا سلسلة أو قافلة الشهداء توالت. نأتي إلى كبار علمائنا التاريخيين كبار الفقهاء، نجد الشهيد الأول من جباع من لبنان، نجد الشهيد الثاني أيضا من جباع من لبنان، وهما من أكبر فقهاء المسلمين اللذين تخصصا في علم الفقه، حتى هنالك يوجد رأي يقول لم يأت في الإسلام أفقه من الشهيد الأول. هذا الرأي سائد حتى اليوم لدى كثير من فقهاء المسلمين. هذا الرجل الأفقه في الإسلام اختار طريق الشهادة وقتل. وفي القرن العشرين نأتي مثلا إلى العراق، وأذكر العراق بالذات لأنني قد أكون أعرف بتاريخه من غيره. نجد أن السيد محمد حسن الشيرازي الكبير الذي لنا شرف الانتماء إليه كان جدنا الثالث رحمة الله عليه، وكان المرجع الأعلى للطائفة في العالم. قبل حوالي 90 سنة هذا الرجل كان المرجع الأعلى واختار مقرا له مدينة سامراء. هذا الرجل علم بأن الشركات البريطانية عملت احتكارا للتبغ والتنباك، وباسم احتكار التبغ والتنباك عملت في كل مدينة وفي كل قرية مؤسسة للسيطرة على مختلف مرافق البلاد، وأن الاستعمار البريطاني أرسل جيشا إلى إيران باسم حماية هذه الشركات، ولكن الجيش بالفعل لم يكن لحماية الشركات وإنما كان استعمارا عسكريا للبلاد. في ذلك الوقت بمقتضى رؤيته للظروف وقدرته على التأثير لشدة تمسك الناس بالفتاوى والمراجع في ذلك اليوم، أصدر فتوى يقول من جملة الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم، من اليوم استعمال التنباك في حكم محاربة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أصدر هذه الفتوى وبعث نسخا منها إلى إيران، وحيث كان الناس ذلك اليوم شديدي التمسك بالفتوى وبالمرجعية أضربوا عن استعمال الدخان بمختلف الأشكال. ناصر الدين شاه الذي كان قد قبض أموالا ضخمة في مقابل التوقيع على جعل التنباك والتبغ احتكارا للشركات البريطانية، أرسل رسالة حادة إلى السيد محمد حسن الشيرازي وهو يعاتبه مر العتاب، ولكن السيد لم يرد عليه، وامتنع الناس جميعا عن شرب التبغ أو التنباك، حتى فشلت الشركة واضطرت إلى أن تسحب ذيولها راجعة إلى حيث أتت منها. وفي العراق الشيخ محمد تقي الشيرازي كان رجلا كبيرا في السن، عمره يناهز 80، وأيضا كان المرجع الأعلى للطائفة في يومه. هذا الرجل كان من الزهد والتقوى إلى درجة هائلة بشكل رهيب، كان مطرقا دائما ويسبح دائما، رغم أنه كان من كبار الفقهاء وله بعض المؤلفات التي تعبر عن مدى قوته في الفقه.
هذا الرجل عندما وجد الاستعمار البريطاني يحكم العراق بالحديد والنار، جمع رؤساء قبائل الفرات في العراق وبحث معهم حول القيام بثورة ضد الاستعمار، وبالفعل ألف منهم مجلسا حربيا، هو بنفسه ترأس المجلس الحربي، وهو بنفسه مع المجموعة التي كانت تؤلف معه المجلس كان يخطط ويصدر الأوامر. فكانت ثورة العشرين المعروفة، ثورة العشرين قتل فيها من العراقيين والإنجليز 100,000 إنسان. هذا الرجل الذي كان مثالا في الورع والتقوى، عندما وصلت القضية إلى الاستعمار إلى الكفر والإيمان لم يتردد لحظة دون أن ترأس بنفسه المجلس الحربي، ما اكتفى بمحاضرة أو ما شابه ذلك، وإنما بنفسه باشر الحرب بمثل هذا الشكل. وفي نفس الوقت تبنى خططا عسكرية ذكية جدا. الإنسان عندما يقرأ أحداث ثورة العشرين وهي مكتوبة في مجموعة مختلفة من الكتب، وبطبيعة الحال ثورة العشرين أتصور أنها معروفة لديكم جميعا، يستغرب أن هذا الرجل الفقيه الختيار الذي يلبس العمامة والجبة ويؤم صلاة الجماعة كيف استطاع أن يضع مثل هذه الخطط العسكرية. وهكذا بالفعل أذكر أنه في سنة 48 عندما نشبت الحرب بين اليهود والمسلمين في فلسطين، أصدر مراجع الطائفة جميعا فتاوى وأعلنوا استعدادهم لأن يلبسوا الأكفان ويحملوا السلاح رغم شيخوختهم ومرضهم، لأن كبير العلماء في ذلك اليوم كتب نصا يقول: وإنني شخصيا مستعد أن ألبس الكفن وأحمل السلاح إذا كانت القيادة تراني صالحا لذلك. وضع نفسه تحت تصرف القيادات العسكرية إذا كانت تراه صالحا لأن يلبس الكفن ويحمل السلاح. وفي سنة 67 أيضا أصدر كل علمائنا فتاوى وقاموا بجمع تبرعات وعملوا ما أمكنهم أن يعملوه في ذلك الوقت في العراق في هذا المجال، إيمانا منهم بأنه يلزم على كل من يستطيع أن يساهم في الدفاع عن حياض الإسلام، عن أعراض المسلمين، عن دماء المسلمين، عن أموال المسلمين، عن بلاد المسلمين، يلزم عليهم ويعتبرون ذلك دفاعا، أي لا يعتبرونه جهادا، لأن الجهاد يحتاج إلى إصدار الفتاوى من المراجع أو إصدار الأوامر من النبي أو الأئمة عليهم السلام. أما الدفاع فلا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى أن يأمر النبي أو الإمام أو المرجع حتى يجب، الدفاع يجب والجهاد يجب على أفراد معينين ممن تجتمع فيهم شرائط معينة، وأما الدفاع فلا شرط له على الإطلاق.